مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الحالمة، وفيه نسلط الضوء على العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشارع في تعز، نبحثها ونناقشها مع المسؤولين والمعنيين. نطوف أسواق المدينة لنتعرف على منتجات الأرض الطيبة التي اكتسبت من جودتها شهرة عالمية، كما سنتوقف عند قصص نجاح هدفها الحفاظ على البيئة المحلية، فكونوا معنا. تشاهدون في هذه الحلقة: انقطاع الإنترنت في اليمن يتسبب في عرقلة حركة عدد من القطاعات الحيوية بتعز، ومواطنون ضاعف معاناة الحصار وجعل تعز في عزلة عن العالم. العسل اليمني في تعز، تجارة رائجة تستثمر جودة المنتج البلدي وشهرته عالمياً. طلاب في الكيمياء الصناعية بجامعة تعز يبتكرون مفاعلاً مصغراً يحول مخلفات البلاستيك إلى مادة لتوليد الطاقة. مرحبا بكم من جديد. مفتتح حلقتنا رصد موجز وسريع لأهم الفعاليات التي شهدتها تعز هذا الأسبوع. عقدت بجامعة تعز ورشة العمل الخاصة بتحديث وتطوير البرامج الأكاديمية ومقررات الدراسة بكلية الهندسة وتقنية المعلومات. وتهدف الورشة التي نظمتها وحدة الجودة والتطوير الأكاديمي وأثريت بالعديد من النقاشات من قبل أكاديميين ومختصين، تهدف إلى الخروج برؤى وخطط من شأنها الإسهام في تطوير العملية التعليمية بالكلية، وبما يلبي طموحات إضافة بعض التخصصات النوعية إلى أقسام كلية الهندسة وتقنية المعلومات. مشاهدينا، تعيش تعز هذه الأيام في عزة عن العالم بسبب التوقف شبه التام لخدمات الإنترنت بالمحافظة، ويبدي الشارع تخوفه من أن يضاعف انقطاع النت معاناة أبناء المدينة التي يحاصرها الإنقلابيون الحوثيون منذ 5 سنوات، لا سيما مع تزايد شكاوى القطاعات المالية والمصرفية والتعليمية من تأثيرات انقطاع النت وما أصابها من ضرر. كعادته يقبل الطالب زكريا المقطري على مقهى شاهد نت وسط مدينة تعز بغرض الاستزادة وتوسيع مداركه في الجوانب المعرفية والعلمية، غير أنه في الأيام الأخيرة ومع كل مرة يأتي إلى المقهى لم يتمكن من الحصول على ما أراد، والسبب كما يقول التوقف شبه التام لخدمات الإنترنت، ليس في هذا المقهى وحسب إنما في تعز وعموم البلاد. أنا كطالب أدرس اللغة الإنجليزية أحتاج إلى النت بشكل ضروري، لأنه إذا اشتد علينا الدروس نلجأ إلى النت، فهذه الأيام قد النت منعدمة بشكل 80%. مجال المعرفة والبحث العلمي ليس هو المتضرر الوحيد من انقطاع خدمات الإنترنت، إذ أن كثير من القطاعات تشكو عدم قدرتها على إنجاز تعاملاتها وتراسل المعطيات والبيانات عبر الشبكة العنكبوتية، وهو ما جعلها عرضة للخسائر، وأهمها في القطاعات المالية والمصرفية. أشد المجالات تأثر بالإنترنت المجالات المالية والمصرفية. معظم الخدمات المصرفية قائمة على النت، اتصالات مع الإدارات العامة، خدمات الآلية الإلكترونية، الصرافات الآلية، كل معظم الخدمات الأساسية الرئيسية للبنوك تقوم على النت، فهو حيوي جدا بالنسبة للقطاع المصرفي، وأكثر تأثير القطاعات قطاع النت هو القطاع المصرفي.
لا يعتبر خروج شبكة النت عن الخدمة في تعز مجرد توقف خدمة عادية بحسب الكثير، فالمدينة التي يفرض عليها الانقلابيون الحوثيون حصارا منذ 5 سنوات تزيد عزلتها مع انقطاع النت، وتصبح حياة الناس فيها بمعزل عن العالم، خصوصا مع عدم قدرتهم على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كأقل القليل. فالتوقف من النت هذا وانقطاع النت يسبب أزمة كبيرة في التواصل مع العالم لمعرفة مجريات الأحداث والتطورات الجديدة في شتى المجالات. وفي حين يعتبر الغموض هو سيد الموقف في ظل تضارب المعلومات بشأن الأسباب التي تقف وراء انقطاع خدمات الإنترنت عن اليمن، تعالت أصوات في تعز وغيرها من المحافظات للمطالبة بإنهاء الاعتماد على النظام المزود الوحيد لخدمة الإنترنت في البلاد من خلال كسر الاحتكار في هذا المجال وإتاحة الفرصة للتنافسية. كلما كانت الخيارات الإنترنت أكثر كان هناك متسع لكل المستثمرين بلا استثناء لإيجاد الخيارات أو البدائل في ظل الظروف القائمة الحالية. أيضا الظروف الطارئة يحتاج فيها الإنسان للبدائل أكثر من غيرها من الظروف. ولعل ما ينبغي الإشارة إليه هو أن خدمات الإنترنت في تعز وعموم البلاد من تلك التي توصف بالرديئة، ما يزيد من استغراب الجميع رفع شركة الاتصالات تكلفة الانتفاع بين فترة وأخرى دون أي تحسن يذكر في هذه الخدمة التي أصبحت في توقف شبه تام، وفقد معها المواطن إمكانية الاستفادة من خدمات الإنترنت. وللبحث في مشكلة تقنية خدمات الإنترنت والاتصالات والاطلاع على تأثيرات انقطاع الإنترنت شبه التام في تعز وعموم البلاد، يسرنا أن نستضيف معنا الدكتور عبد القدوس السامعي رئيس قسم الاتصالات والحاسبات بكلية الهندسة بجامعة تعز. أهلا بك دكتور معنا. نحن أمام معلومات متضاربة، في حين تعز مؤسسة الاتصالات الواقعة ضمن سلطات الأمر الواقع في صنعاء السبب وراء توقف خدمات الإنترنت إلى عطب في الكابل البحري، هناك معلومات تتحدث عن عدم سداد المؤسسة لمستحقات الشركة الدولية المالكة لهذا الكابل البحري، كيف نستطيع الوقوف على حقيقة هذه المشكلة باعتبارك خبير في الشبكات وتقنية المعلومات؟ صحيح، في الأيام الأولى أعتقد منذ يوم الخميس الأول عندما انقطعت شبكة الإنترنت تضاربت المعلومات حول السبب، فبينما يعني عزت المؤسسة العامة للاتصالات في صنعاء الأمر لحصول قطع في الكابل الدولي الكابل البحري في منطقة قناة السويس، ظهرت بعض التصريحات أخرى أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي بأن السبب ما ذكرتي من عدم سداد المؤسسة للرسوم المتوجبة عليها للشركة المالكة للكابل. لكن أعتقد قبل أيام ظهر على الموقع الرسمي لشركة جي سي إكس المالكة للكابل البحري فالكون بأنه فعلا حصل انقطاع للكابل في منطقة السويس في الخط الواصل من مسقط للسويس، وكمان بالخط الواصل من الهند إلى السويس بفعل سفينة صيد ضخمة. الشيء اللي بيستخدمون لتثبيت السفينة سقط وسبب عطل، هذه المعلومات الأولية. نعم، لكن ماذا يعني أن ينقطع الإنترنت عن اليمن فقط دون دول ثانية هي تستفيد أيضا من خدمات هذا الكابل البحري؟ نعم، هم ذكروا أيضا في التقارير بأنه السعودية والكويت وكمان أثيوبيا برضو تأثرت، لكن بسبب أن هذه الدول لديها شبكات اتصالات متطورة جدا وترتبط بشبكات الإنترنت الدولية بالشبكة الدولية عبر عدة كوابل وليس عبر كابل واحد، فيعني التأثير يكون بسيط وربما غير ملحوظ. أنا سألت أمس واحد زميل صديق يدرس في المملكة العربية السعودية وقال إنه لم يلاحظوا أي تأثر في الإنترنت بسبب إنه السعودية تقريبا مرتبطة بأكثر من 3 إلى 4 إلى 5 كوابل بحرية. لكن هل يفترض على أن تكون مؤسسة الاتصالات يعني مزودة بأكثر من مزود خدمة للإنترنت لمواجهة مثل هكذا طارئ؟ نعم أكيد، بكل تأكيد هو احتكار الخدمة لدى مؤسسة العامة في اليمن التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات
أدى إلى عدم تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات. أعتقد في عهد في حكومة باسندوا أعتقد تم التوقيع اتفاقية مع مجموعة من الشركات الدولية للاتصالات، وكانت اليمن جزء مهم في هذه الشراكة على أساس اللي هو إمداد كابل بحري دولي يأتي من سنغافورة ويمر في محافظة عدن، وكان بيعطينا سعات كبيرة تقريبا 1.5 تيرابايت تيرابيت بير سكند، وهذا كان بيحل المشكلة. لكن بسبب وقوع الحرب ودخول البلد في هذا الصراع، أعتقد إنه المشروع هذا لم يستكمل. هل هذا يعني أننا أمام بنية هشة للاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن؟ نعم، بكل تأكيد بسبب هشاشة البنية التحتية للاتصالات تحصل هذه المشكلة. يعني هل معقول إنه بلد من 28 مليون وكل الترافيك أو البيانات التي تخرج من البلد عبر الإنترنت عبر كابل واحد؟ المشكلة الآن حصل قطع في هذا الكابل فالكون، وخرجت 80% من سعات الإنترنت في البلد، وهذه مشكلة. لكن لو كنا موصلين، لو كان تم افتتاح فعلا وكاننا موصلين بالشبكة الدولية عبر الكابل اللي بيمر في عدن، ما كنا بنحس بهذه المشكلة نهائيا، لأنه بكل بساطة بيتم تحويل البيانات اللي كانت تمر من فالكون كان بيتم تحويلها إلى كابل آخر كما يحصل في الدول اللي تمتلك شبكات اتصالات متقدمة. غياب خدمة الإنترنت كل هذا الوقت وما يترتب عليه من أضرار وخسائر لكثير من القطاعات، ألا يبعث بكثير من القلق على مستقبل البلاد في الاعتماد على الاتصالات والمعلومات في وقت تعتبر كثير من الأمم أو غالبية الأمم الإنترنت بمثابة الهواء والماء الذي لا يمكن الاستغناء عنه؟ بكل تأكيد أصبحت الإنترنت الآن جزء مهم من حياة أي شخص، يعني على الصعيد الشخصي وعلى صعيد أيضا المؤسسات. أصبح الاقتصاد مرتبط بتواجد الإنترنت ارتباط كبير ووثيق، يعني البنوك وقطاع الصيرفة وكله بيرتبط في الإنترنت، والقطاع الصحي أيضا، إحنا القطاع التعليمي أيضا، وبرضه كمان القطاع على المستوى الشخصي. يعني المستوى الشخصي، يعني نحن الآن مثلا في الجامعة لعدم توفر الكتاب الجامعي بشكل كبير، نعتمد بشكل كبير على الكتاب الإلكتروني PDF، واللي نحن نستخدم الإنترنت. أيضا الطلاب بيعتمدوا في أبحاثهم كمان أيضا على الإنترنت. أصبحت مشكلة فعلا، يعني حتى على يعني الواحد يحسها على المستوى الفردي أيضا، أصبحت معيقة جدا جدا. يعني ولو استمرت لفترة طويلة الواحد فعلا بيشعر بالإحباط. اليمن واقعة تحت حصار كامل، وإحنا في تعز كمان تحت حصار أيضا داخلي، حصار داخل حصار، والإنترنت كمان بيعمل علينا سياج يعني رفيع، وبيعزلنا فعلا وبيردنا لعهود لعصور الظلام. شكاوى من تأثير انقطاع الإنترنت وتضرر كثير من القطاعات، لا سيما القطاعين المصرفي والمالي، وهل الاستجابة للمطالب بتعدد المزودين لخدمة الإنترنت وكسر احتكار المزود الوحيد في صنعاء قد يشكل حل مناسب لضمان استمرارية خدمات الإنترنت؟ بكل تأكيد هو وجود وجود منافسين لتقديم الخدمة أصلا سيؤدي حتميا وتلقائيا إلى تطوير الخدمة. فإذا انقطعت الخدمة الآن، لأنه اليمن هي المقدم الوحيد المزود الوحيد للإنترنت، انقطعت خدمتها عبر هذا الكابل الدولي، وبالتالي يعني انقطعت الإنترنت في البلد. يعني مش معقول يحصل بنسبة 80% شلل. لو كان في مزود خدمة آخر ممكن يحصل تأثير، ولكن هذا التأثير بيكون تأثير جزئي، يعني يمكن تحمله ممكن الصبر عليه. الدكتور عبد القدوس السامعي، رئيس قسم الاتصالات والحاسبات بكلية الهندسة بجامعة تعز، شكرا جزيلا ضيفنا في هذه الفقرة. شكرا جزيلا لكم، شكرا لقناة بلقيس، شكرا لكم. مرحبا بكم من جديد. تلقى تجارة العسل اليمني في تعز رواجا واسعا، وتكثر تبع لذلك محلات بيعه المنتشرة في عدد من شوارع المدينة، ويكتسب هذا المنتج البلدي شهرة عالمية بفضل جودته وتعدد صنوفه، ويعتبر عسل السدر الذي تنتجه مناحل في تعز وعدد من المحافظات أجود أنواع العسل البلدي على الإطلاق. نتابع. حين كان بائع العسل في تعز يستعرض جودة منتجه البلدي وينضح من علو من ذاك الذي يبيع في آنية زجاجية، كان ثمة شيء يعتمل في دواخلنا، هو اشتهاء
لذلك الذي تسبق فيه لذة النظر دائقة المستسيغ. في تعز تنتشر محلات بيع العسل اليمني في عدد من شوارع المدينة، ويلقى العمل في تجارة العسل وبيعه رواجاً بالنظر إلى أن من بين أجود أنواع العسل اليمني المعروف بعسل السدر ينتج في مناحل مناطق تعز الشاسعة. تعز مناطق واسعة ومناطق كبيرة، لو تقال لجهة الغرب هو أفضل العسل، بدأ من مقبنة ثم الوازعية ثم العشملة ثم دباع مع المسراخ. أفضلها وألذها وأحسنها وأجودها هو العسل البلدي أو ما يسمى عسل السدر البلدي أو عسل العلب، أو في بعض المناطق يسموه عسل العرج. هذا العسل يتميز بلونه الذهبي الفاتح ممتاز ورائحته الزكية المنعشة. لو نرجع لجهة الشرق الدمنة والراهدة تحصلوا درجة أضعف موسم السدر، لكن هناك أقوى موسم السمر، موسم القرض. ليس عسل السدر وحده ما تنتجه المناحل في تعز، فثمة أنواع أخرى من العسل تشتهر به هذه المحافظة، والذي يختلف باختلاف المرعى الذي تتغذى عليه النحل في البيئة المتنوعة. النوع الثاني من العسل وهو عسل السمر البلدي أو ما يسمى عسل الشوك أو عسل الشوكي أو ما يسمى عسل العسقة في بعض المناطق، وبعضهم يسميها عسل القرض في بعض المناطق الأخرى. يتميز بلونه الأسود. تحرص محلات العسل والعاملون على التجارة في هذا المنتج البلدي على توفير العسل اليمني ذي الجودة العالية والفريدة، فيعملون على جلبه من مناطق عديدة على طول البلاد وعرضها، وهي من تلك التي تشتهر بإنتاج أجود أنواع العسل وبصنوفه المختلفة. العسل يتواجد في مناطق اليمنية، منها المشهورة أوصاب، دوعن، عصيمات، جردان، المناطق المتوسطة زي إب، العدين، الحازم، القافر، تحصل القرض، بتحصل الطالح، بتحصل القتاد، بتحصل الثعب، بتحصل أنواع كثير متعددة. تهامة ما فيش معها إلا العلقة، يسموها العلقة أو الدخن أو مزارع أيام الهند. يؤكد العاملون في تجارة العسل البلدي أن للعسل استخدامات متعددة، حيث يستعمل كوصفات علاجية وطبية لعلاج كثير من الأمراض دون أن يكون له أي تأثيرات جانبية مقارنة بالعلاج الكيميائي. يدخل في علاج أمراض المعدة، القولون، أمراض القولون العصبي كمان، ومن ناحية يدخل بالتحاليل العنبر والحبة السوداء، ومن ناحية العسل السمر يدخل له أمراض الكبد، أمراض التهابة الدم، ومن ناحية العسل المراعي اللي هو الزهور هذا يدخل بالمرحلة التغذية، تغذية عامة. هذا غذاء ملكي يدخل بعدة تجارب، ومنها التراكيب علاجية ومضادات حيوية ومضادات أكسدة ورفع المناعة وفاتح شهية. هذا بالنسبة اللي هو غذاء ملكة النحل، وفي منه يستخرج كمان من النحل اللي هو حبوب اللقاح. فوائد العسل تتعدى مسألة بيع الصافي إلى ما هو أكثر، حيث يستخرج منه العارفون ويستفيدون من مكوناته في إنتاج العديد من الخلطات في مجال التجميل، ومن خلال مستحضرات متعددة منها ما يخص البشرة. يستخدم بالأقنعة، بالكريمات، يدخل بمجال طريقة التجميل مثل الصوابين وكريمات تجميل البشرة، تفتيح البشرة، يستخدم بالمجال الحروق، الجروح، يستخدم بمجال علاج الإكزيميا الصدفية. يتحدث العاملون في هذا المجال أن ما يحققه هذا المنتج من الأرباح في الأسواق الخارجية لا سيما في السوق الخليجي هو أكثر بكثير مما هو عليه في السوق المحلية.
العسل من أكثر المنتجات المحلية التي يستهدفها ضعاف النفوس، وذلك عن طريق الغش أو الخلط أو بالاستبدال بعسل خارجي، غير أن لأصحاب محلات بيع العسل خبرة تؤهلهم في تجاوز هذا الإشكال من خلال قدرتهم على التمييز بين الغث والسمين. المعيار الوحيد والأفضل الفحص المخبري الذي بيحسرك سكر القصب أو جلوكوز النشاء فيه ولا ما فيش، والفحص الحسي هو اللي بيقيم كم نسبة الشجرة، كم نسبة الحلا، كم نسبة وجود الأشجار المجموعة فيه. يكتسب العسل اليمني شهرة عالمية من خلال جودة المنتج وتعدد صنوفه، والفضل في ذلك يعود إلى تنوع البيئة المحلية التي تلعب دوراً مهماً في تغذية النحل وإنتاج عسل متعدد الألوان والأشكال. تعد قضية تراكم النفايات في مدينة تعز من أكثر القضايا التي لا تزال تؤرق سكان المدينة باعتبارها مصدر تلوث للبيئة ومسبب رئيس لكثير من الأمراض والأوبئة. وفي حين عجز المسؤولون في المحافظة عن وضع الحلول المناسبة، نجح طلاب في الكيمياء الصناعية بجامعة تعز من تقديم مشروع علمي وابتكار عملي لتدوير المخلفات وتحويلها إلى مادة ديزل لتوليد الطاقة، على أمل أن يلقى المشروع الدعم والتطوير ويكون بمثابة إسهام منهم في مواجهة الكارثة البيئية الناتجة عن تراكم المخلفات. هل يمكن أن يأتي اليوم الذي يتنافس فيه الناس في تعز على جمع المخلفات وتحويل موضوع تكرار أزمات تراكم القمامة الضارة على البيئة وصحة المجتمع من موضوع للإثارة والمناكفات إلى مصدر إيجابي يخدم البيئة ويعود بمردود اقتصادي على الجميع؟ بنعم، يجيب طلاب في كلية العلوم التطبيقية بجامعة تعز، وهم يعملون في إطار مشروع بحثي يهدف إلى تدوير مخلفات البلاستيك بمدينة تعز والتي تقدر بكميات هائلة. بالنسبة للمخلفات البلاستيكية، يعني يوجد داخل محافظة تعز حسب المصدر أونلاين أنه 6 طن أسبوعيا، للقاط فقط 12,000 كيس يوميا. لذلك واضطرنا إلى عمل يعني حل لهذه المشكلة. الطلاب الذين يدرسون الكيمياء الصناعية وبإشراف 2 من مدرسيهم نجحوا في ترجمة الجانب النظري وإسقاطه على الواقع العملي. تمثل هذا الإجراء في صناعة مفاعل مصغر يعمل على تفكيك السلسلة الهيدروكربونية للبلاستيك وتحويلها إلى سلسلة قصيرة تنتج في النهاية مادة البايوديزل الذي يستخدم في توليد الطاقة للمحركات. نضيف المواد البلاستيكية للمفعل، ثم المفعل يقوم عملية تكسير المواد اسمه الروابط الهيدروكربونية الطويلة حق البلاستيك إلى روابط هيدروكربونية قصيرة نفس الروابط الخاص بالديزل. يتصاعد أول حاجة على شكل بخار، بحصل المكثف هذا يحول البخار إلى سائل الذي هو الديزل، ونكون حصلنا على ديزل. نحن في حاجة هي وقود، وأنت تعلم أن سعر الوقود أصبح سعر الدب الديزل يصل إلى 8,000 ريال، فكانت أول محاولة لنا هي تحويل المواد البلاستيكية هذه عن طريق إجراء عملية التحليل الحراري أو التكسير الحراري المحفز إلى الديزل وما يرافقه من غاز يمكن استغلاله كغاز منزلي. عملية تدوير البلاستيك لاستخراج مادة الديزل لم تكن فكرة جديدة بحد ذاتها، إذ سبقت كثير من دول العالم بعمل مشاريع من هذا النوع، غير أن الجديد الذي قدمه ابتكار طلاب كلية العلوم التطبيقية بتعز في هذا المجال هو توصلهم إلى إيجاد عامل حفاز يكتسب أهميته من كونه يعمل على التسريع بوتيرة تفكيك جزيئات البوليمر أو البلاستيك بدرجة حرارة أقل من تلك التي يستخدمها
يستخدمها الآخرون في الدول المتقدمة، إضافة إلى أن كمية مادة الديزل التي يحصلون عليها أكبر بكثير، مع كلفة يقول أصحاب المشروع إنها اقتصادية مجدية. الجديد اللي نحن عملناه هنا هو إضافة عامل حفاز جديد جداً ومتاح في كل منزل، لذلك تم استغلال أنواع مخصصة من المخلفات البلاستيكية، وهي مادة البوليإيثيلين ومادة البي إي تي، وهذه المواد مواد الناتج منها أو الديزل الناتج منها غير ضار في البيئة، إلى جانب أنها مادة تنتج يومياً في السوق. المفاعل عبارة عن خزان مخروطي الشكل يغلف بمادة الاستيل ويقسم من الداخل إلى حجرتين، تستخدم الأولى لمواد الهيدروكربونات والثانية خاصة بالعامل الحفاز الذي يتحفظ الطلاب على إعطاء مزيد من التفاصيل حوله باعتباره سر الابتكار. هو عبارة عن خزان بعرض 50 بارتفاع متر، يعني تصميم مفاعل مقسم إلى قسمين، أقسام للعامل الحفاز وقسم للمواد المتفاعلة للهيدروكربونات. المشروع العلمي الذي يقول الطلاب إنهم واجهوا لإنجازه صعوبات نظرا لشحة الإمكانات حصل على المركز الأول في مسابقة جامعة تعز، وهي المسابقة المؤهلة للتصفيات الإقليمية لجائزة هالت برايز العالمية. احنا دخلنا في مسابقة هالت برايز العالمية، طبعا هذه منظمة عالمية تجري تحدي كل عام بحيث انه يكون التحدي حقها وتختار المشروع اللي ممكن يعمل حاجة للكون وللبيئة عالمية، طبعا جائزة عالمية. ودخلنا بالتصفيات بجامعة تعز وحصلنا على المركز الأول. يطمح الطلاب إلى تخطي استحقاقات مراحل التصفيات وصولاً إلى النهاية والفوز بالجائزة العالمية التي تقدر قيمتها بمليون دولار، وذلك لتمويل مشروعهم الذي يعكفون على إعداد دراسة جدوى له، على أمل أن تستفيد منه حال فوزهم بالجائزة تعز واليمن بشكل عام من خلال الإسهام في حل إشكالية تراكم القمامة عن طريق تدوير مخلفات البلاستيك. هذا الإنجاز العلمي مشاهدينا الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، دمتم وفي أمان الله. أعز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا، أعز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا.